أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس قرار بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن. الحين هذه اللي راح تكون مواعيد العمل الرسمية مرنة وفقا لأحكام القرار خلال أيام من الأحد ليوم الخميس من كل أسبوع في شهر رمضان المبارك حق هالسنة إن شاء الله بواقع 4 ساعات ونص يوميا. حلو. المزيد من التفاصيل انضم الينا عبر الهواء من ديوان الخدمه المدنيه مراسل تلفزيون دوله الكويت الزميل فهد التركي. صبحك الله بالخير فهد. يا ريت تطلعنا فهد على اخر تفاصيل هذا القرار. صباح الخير زميلي نجيب، صباح الخير زميلتي مها، تحية لكم ولمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح من تلفزيوني دولة الكويت. فعلا تجربة جديدة من خلال القرار الذي صدر من ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت بشأن تطبيق نظام الدوام المرن في شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى زيادة إنتاجية الموظفين في الجهات الحكومية كافة في جانب ومنحهم الساعات المرنة للدوام. هذا القرار فعلا حظي بإشادة واسعة من قبل أعضاء مجلس الأمة في جانب وموظفي الدولة في جانب، لما له من تأثير كبير على إنتاجية الموظفين وخاصة في شهر رمضان المبارك. لتسليط الضوء بشكل أكبر على تفاصيل هذا القرار، يسعدنا بأن نلتقي الدكتور عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية. صبحك الله بالخير دكتور. يعني تجربة جديدة وقرار جديد من خلال تطبيق نظام الدوام المرن، ما هي تفاصيل ذلك القرار والهدف من تطبيقه في شهر رمضان المبارك؟ صباحك الله بالخير أخي فهد، صباحكم الله بالخير سادة المشاهدين. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك في البادئ ذي بدء، بينتهز هذه الفرصة لأرفع لمقام صاحب السمو أمير البلاد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجعفر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو نائب الأمير سمو ولي العهد سمو الشيخ مشعل أحمد الجعفر الصباح حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي والأمة الإسلامية. دوام هذا العام في رمضان إن شاء الله سيكون مختلف شوية عن الأعوام السابقة، وهو سيكون على 3 فترات. مدة الدوام بالأول هي 4 ساعات ونصف موزعة على 3 مراحل. المرحلة الأولى تبدأ من الساعة 9:45 مع فترة سماح 15 دقيقة، أي الدوام الفعلي الساعة 10. ينتهي الدوام الساعة 2:15 للمرحلة الأولى للرجال. أما للنساء فالساعة 2 بمعنى 15 دقيقة خروج مبكر. المرحلة الثانية الفترة الثانية تبدأ الساعة 10:15 فترة سماح 15 دقيقة، فعليا يبدأ 10:30 راح ينتهي إن شاء الله 2:45 للرجال و 2:30 للنساء. أخيرا الفترة الثالثة تبدأ الساعة 10:45 مع فترة سماح 15 دقيقة، الساعة 11 يبدأ الدوام الفعلي ينتهي 3:15 للرجال والساعة 3:00 للنساء. هذه الأوقات الثلاثة نستحث ونشجع الجهات الحكومية قاطبة على الأخذ فيها مع بعض، بمعنى أن يتاح الفرصة لعموم الموظفين أن الاختيار إما على أساس فردي أو على أساس مراكز العمل والإدارات. هذا علشان نسهل على الناس مهمة الدخول والانصراف، ونسهل أيضا حركة الشارع، ونسهل على أولياء الأمور اصطحاب أبنائهم في الفترة الصباحية والفترة بعد الانصراف، ولكل جهة أن تختار الفترة المناسبة. دكتور، بالنسبة يعني لتعاونكم مع كافة الجهات الحكومية في سبيل إنجاح نظام الدوام المرن، كيف كان وكيف يعني تم التنسيق في هذا يعني القرار، وخاصة أن لكم تجربة في دراسة هذا الموضوع، وهل سيتم تطبيقه بشكل دائم بعد شهر رمضان المبارك؟ للأمانة الفكرة ليست وليدة اللحظة، فكرة عرضت على مجلس الخدمة المدنية من شهر نوفمبر الماضي وأعطانا توجيهاته ولذلك لدراستها
والاختيار التوقيت المناسب للبدء فيها. رأينا أن شهر رمضان المبارك هو أنسب وقت بالفعل لتجربة هذه الفكرة. دوام قصير والجهات إن شاء الله تكون متهيئة والناس متهيئين. أخوي فهد، نجاح الفكرة هذه يعتمد على تضافر الجهود، جهود الجهات الحكومية في إشعار الناس أن بالفعل في مرونة، أصبحت في مرونة في العمل، في مرونة بالاختيار. هذا أعتقد هو مربط الفرس في النقطة هذه. ما الكلمة الأخيرة التي توجه لكافة الجهات الحكومية؟ طبعا بالنسبة للجهات الحكومية، احنا ندري هم شركائنا في نجاح هذا المشروع. نتمنى الإسراع بالنسبة للجهات التي لم تربط معنا آليا في موضوع الحضور والانصراف، الإسراع في الربط الآلي، لأن هذا راح يسهل علينا تعميم الفكرة. نتمنى من الجهات إعطاء مزيد من الخيارات للعاملين. ما أمكنت ظروف العمل بذلك، ما أمكن مصلحة العمل بذلك. نقدرنا بعض الجهات لها ظروف خاصة، ربما يعني تقف عند واحد أو خيارين، لكن نفضل كل ما كان الاختيارات أكثر كل ما ساعد على نجاح الفكرة. كل الشكر والتقدير للدكتور عصام ربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية، والشكر موصول لكل الجهود التي ساهمت في تطبيق نظام الدوام المرن في شهر رمضان المبارك. نعم زميلي نجيب، هذا كل ما لدينا من ديوان الخدمة المدنية والذي سيتم في تطبيق نظام الدوام المرن في شهر رمضان المبارك. نعم زميل فهد تركي، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم من ديوان الخدمة المدنية، شكرا جزيلا.